طيب مهندسة معمارية ده موضوع كبير، أهو. وأكيد إنه الأهل في البيت كانوا يعني عايزين يروحوا في الاتجاه ده أكتر. لما قلت لهم أنا عايزة أمثل، إمتى اكتشفتي إنك ممثلة؟ وإمتى حبيتي التمثيل؟ وإمتى حصل العناد مع الأهل شوية؟ فعملتيها إزاي وحلتيها لحد ما لقينا في الآخر عندنا نجمة متميزة؟ هو انا كنت عايزه امثل من وانا صغيره، يعني انا حابه التمثيل من وانا صغيره، يعني على طول كنت اقف قدام المرايه واقعد ارقص وامثل واقلد وتعملي ادوار بقى واقلد وكده. بس انا لما جبت 95% في ثانويه عامه خلاص بقى. دخلت هندسه عين شمس، فرفضوا يعني رفض رهيب ان انا ادخل اي حاجه ليها علاقه بالسينما. ما انت تفوقتي بقى، جايبه لنا مقفله لنا أيوة الدرجات 95%، كلها. فقالوا لي استحاله ان انت تخشي يعني معهد سينما او فنون مسرحيه. بعد ما دخلت هندسه كملت الماجستير بتاعي، عامله ماستر في البروجكت مانجمنت في اداره المشروعات. الله. فلقيت ان انا برضو لسه انا عايزه اقف قدام الكاميرا، يعني عايزه ابقى ممثله، عايزه ابقى مذيعه، يعني حاسه ان جوايا كاركترز كتير مختلفه عايزه اقدمها. ما عرفتش اعمل ده وانا معيده، المعيده هو كاركتر واحد، ما فيش اختلاف، ستايل واحد، كاركتر واحد. فقلت لا انا لازم انطلق بقى لوحدي بعد ما اخلص الماستر بتاعي. وفعلا بدات اخد ورك شوبس كتيره جدا، ودخلت مسابقه ملكه جمال عرب، وبدات بقى اشتغل لوحدي بقى بعيد عنهم. هم تفاجئوا اصلا. وصلت الوصيفه الثالثه ملكه جمال العرب، يعني دي حقيقه فعلا. انا عايزه اقول لكم على حاجه، هم تفاجئوا اصلا لما لقوني على التلفزيون. يعني انا عملت لهم مفاجاه كده في رمضان وجمعتهم واحنا في اول يوم فطار، فحتى مامتي بتقول ايه ده، دي شبه ايمان بنتي. فبقول لها شبه يابا، فعرفوني من الحسنه. فقالت دي ايمان انت عملتيها امتى؟ فانا كنت بعمل كل حاجه في السر من وراهم عشان اقدهم يعني احطهم قدام الامر الواقع ان هم يوافقوا. وموضوع التمثيل كمان. جه بعد كده بقى، بعد ما دخلتي مسابقه ملكه الجمال، ابتديتي تمثيل ولا اعلام؟ عشان عارفين ان انت اشتغلتي انا عملت الاثنين مع بعض. تمام. نزلت برنامج اسمه الزفه، كنت مذيعه فيه، ونزلت برنامج اديني عقلك، ده كان على القناه الاولى. كنت بنزل في الشارع بختار الضيوف، كنت بحاول اجس نفسي يعني اشوف كده هعرف اتكلم، هعرف اعمل ايه، شكلي هيبقى عامل ازاي. وبدات بقى ساعتها اخش بقى مجال التمثيل، عملت سوبر ميرو مع ايمي سمير غانم. تمام. واخدت بقى كذا دور بعديها يعني لطاف. هل قبلها حضرتي نفسك يعني دخلتي ورش تمثيل مثلا؟ كتير كده كتير. لكن اول مره دارت الكاميرا بجد كنت حاسه بايه؟ لا كنت خايفه طبعا، كنت خايفه ومرعوبه، وقدام ايمي فاللي هو انا شايفاها قدامي كده على الحقيقه، فلا كنت خايفه طبعا. ده حضور جميل. لا لا هي جميله وكوميديا. كوميديا كوميديانة رهيبه يعني. طبعا هي كوميديانة وكان هي ذكيه كمان جدا جدا. بس اكيد ساعدتك كتير. لا جدا. وحمدي المرغني برضو نفس الكلام، كان لطيف معايا جدا. كوميديانات وما لهمش كيو بقى، تعملي ايه في وسطهم يعني. بيوم فؤاد كده. بيوم فؤاد اشتغلت معاه اكتر من عمل، يعني اشتغلنا فيلم اسمه مندوب مبيعات. ده فيلم سينما. لا احنا حافظه حاجه وبخش الاقي حاجه تانية، يعني الكيوهات ممكن يفاجئك بكلمه. ايوه مش جاهزه. لا بس بخش بقى معاه في المود، يعني بقى حافظه السيتويشن ماشي ازاي. فبقى تخليتي عن الاعلام بقى والهندسه خالص، ولا فضلوا الثلاثه مع بعض، التمثيل الاعلام؟ هو انا دلوقتي حاليا بمارس الهندسه برضو لحد دلوقتي، يعني لان هي شغلانتي الاساسيه يعني. تمام. والاعلام لا، هم انا جربت بس في البرنامجين دول اللي هو بتاع الزفه وديني عقلك، لكن المسلسلات دي هي اللي انا مستمريه فيها، بدليل اخر واحد اللي هو تيتا زوزو مع اسعاد يونس. ده كان يعني حلم من احلامي ان انا اشوفها.